شوف اسمعني يلا ابتعدي منا، احنا نريد نلعب. شوف انتظر انتظر انت يا بنت، انا قاعده جوا الشجره، انا قلت لك ان تنظفين هذا المكان، انت ليش قاعده هنا؟ ايش قاعده تشوفوني؟ انت كنت لابس ملابس سنكوريه وصار مثل حورين البحر، وحتى شكلك كلش غريب. اسمعين يا حوريه، وانا جيت ارد ابلغك انت سكنتي وانا راح تعيشين بهذا المكان، بس لازم تعرفين احنا دائما بالليل يجونا اسماك متوحشه وتهجم علينا وتخضي علينا. بس ما تعرف يا حوري البحر، أنا كلش حزينة. يعني تعرف بعد ما تحولت أنا حورية بحر، بعد ما رجع لقرية البشر وما أقدر. يلا أخوي استعجل، إحنا وأخيراً قدر نعثر على هذا البيت الديرت، أحسن ما نبقى بالشارع. بس بعد ما مجينا تتفجر بيه هذا البركون، كل الناس هربوا، حتى أغلبية الناس راحوا بهذا البركون. حتى إحنا خسرنا بابا وماما، وأنا كلش حزينة. أنا كلش حزين، إحنا شلون راح نعيش بدونهم؟ أنا ما أعرف شو راح أسوي. اسمعني أخوي، أنت قبل تهتم. بس نصب بداخل اكسر هذه اللافته وندخل هذا البيت، ولو هذا البيت ديرت حتى تبين عليه شكله كلش تعبون، بس احنا مجبورين، احسن ما بقى نعيش بالشارع وما عندنا اي مكان. اي صحيح اختي، حتى انا راح ابقى هنا، بس اختي انا ما اعرف لا اصدقاء، حتى ما اعرف اذا اكو بهاي القريه مدرسه او لا، بس اقول لك اختي ارجوك انا راح اقدر ادخل مدرسه او لا. اي طبعا اخوي، شوف اسمعني، اكيد راح تداوم مدرسه مو مثلي اني، اما قدرت اداوم بالمدرسه، لان بابا وماما كانوا كلش فقيرين، حتى كانوا يا دوب يجيبوا لنا بس اكل وما يقدرون يخلونا نروح. انت عارف انه لازم يشتروا لي كتب ويشتروا لي اقلام، كانت كلش غاليه. اي صحيح اختي، بس انت تتوقعين يعني انت راح تعثري على شغل بهاي القريه، واذا انت عثرتي على شغل انا راح اقدر اداوم بالمدرسه وما اظل هنا بالبيت. طبعا طبعا اكيد اخوي، انا راح اعثر على شغل واشتغل، لان انت لازم تداوم بهذه المدرسه، اذا داومت انت احتمال راح تصير دكتور، او احتمال راح تصير محامي، احتمال حتى راح تصير عندك شركه عملاقه. شنو يعني قصدك احنا راح تتغير حالنا راح نصير اغنياء؟ طبعا طبعا. شوف اسمعني اخوي، انت لازم تدرس وتعتمد على نفسك مو مثلي اني، بس يلا اخوي سامي ابقى هنا، لازم اطلع وابحث عن الشغل. اوكي اوكي اختي، انا راح ابقى هنا بالبيت، يلا انت روحي. يلا استني خلي استعجل واروح. اي طبعا انا ما ارد اخوي يصير نفس ما انا صرت، انا اصلا حتى ما درست ولا قدرت ادرس، بس اخوي اكيد راح يدرس، بس لسه لازم استعجل وابحث عن شغل على السريع. يلا خلي استعجل. يس انا قربت على هذا المطعم، احتمال هنا راح يحتاجون عمال ويوظفوني. لحظة يلا خلي ادخل واسال. مرحبا عمو. اهلا اهلا تفضلي. عمو شوف اسمعني، انا محتاج الشغل وجيت اسال اذا انتم تحتاجون عامل بهذا مطعمكم، تحتاجون حد يساعدكم. بصراحه انا بالمطعم ما احتاج اي احد، بس اذا تريدين روح ابحثي، اكو هنا مكتب يوظفون، فانت لازم تروحين وتساليهم. يعني قصدك اذا رحت لهم هم راح يساعدوني ويدوروا لي على الشغل؟ انا ما اعرف، بس اتوقع يحتاجون عمال نظافه، اذا تريدين هو المكتب صاير قريب منه، اول ما تطلعي من هذا الشارع نهايته راح تشوفين اكو مكتب، روح اساليهم واحتمال راح تعثر على الشغل. زين انا عمك اشكرك. بعد يلا استني خل اطلع على السريع. اي طبعا اهم شيء نشتغل اي شغل، اهم شيء اخوي هو يداوم بالمدرسه حتى كل شيء اقدر اوفر له. يلا خلي استعجل. بس وين انا اقول لهذا مطعم؟ وين هذا المكتب؟ وحتى هنا اكو اسواق، بس يمكن قربت. اي صحيح وهذا المكتب. يلا خلي اسال. مرحبا عمو. اهلا اهلا بنتي تفضلي. عمو شوف اسمعني، انا سمعت انتو تحتاجون عمال، صحيح هذا الشيء؟ اي نعم صحيح، احنا اصلا نوظف دائما العمال، بس بنتي هسه حاليا متوفر فقط عمال تنظيف، اذا تيدين تشتغلين الراتب 5 دايما. كل زين عمو كذا راح اوافق، لاني كلش محتاجه لهذا الشغل. ليش وقت راح ابدي بالشغل؟ طبعا راح تقدرين تبدين من اليوم، حضري نفسك حتى تبدين تشتغلين. اوكي اوكي. يس انا اخذت هذه ادوات التنظيف ولازم اروح حتى اشتغل، بس هذا الرجال ارسلني قال لازم تروحين قرب على البحيره وهناك تشتغلين، بس يلا كم ماكو مشكله الصبران بدي تتقرب. صح هذا المكان، بس شنو واش قاعد يسوي هذا الولد المزعج؟ كل العب هذا المكان اسطوري، عجبتني هاي النافوره. هي هي انت اسمعني يا ولد. شوف اسمعني، انت ما يصير تشمع اوساخك بهذا المكان، اكو مكان مخصص تشمع هناك الاوساخ. شنو انت اصلا انت شعلش تدخلين؟ انا عرفت انت مهمتك تنظفين، يلا نظفي على السريع بدون ما تحكين اي شيء. شنو لا لا مستحيل، انت كلش مزعج. انا ما يصير انت توسخ ونظف ورق، لازم انت تعتمد على نفسك وتودي هذا الاوساخ بمكانه. لا لا صحيح صحيح تذكرت، انا عندي هاي الاوراق ما احتاجها، يلا خذيهن على السريع. مستحيل ايش قد مزعج، بس وين ما دخل بي، اهم شيء اني اشتغل وكمل الشغل على وقت. يلا خلي اشتغل.
وهساني صار ليش قد قاعد بالبيت وهسا اجى الليل واختي لحد الان ما رجعت. بس معقول اختي راح تبحث عن شغل حتى احتمال عثرت على شغل وراح تجيب دايموند وراح اسجل اني بالمدرسه. طبعا انا عاجبني اروح المدرسه حتى راح يصير عندي اصدقاء. بس هذا بيتنا كلش مقرف، حتى هذا بيتنا ما حلو. بس انا متاكد اذا اختي اشتغلت وصار عندنا دايموند راح نغير هذا البيت. ساش قاعد اشوف يمكن هاي اختي جتي، يلا خل انتظرها. وساني كلش تعباني، اليوم اشتغل الشغل كلش هواية وكلش تعبت، بس أنا أخيرا حصلت على 5 دايموند، حتى أخويا باكر من الصبح يروح يسجل بالمدرسة. يساني وصلت. يا رونية. أهلا أخويا. أهلا رونية. اسمعني، أنا عثرت على الشغل واشتغلت عاملة نظافة، حتى جبت 5 دايموند. يوووو. أختي إذا أنت عثرتي على شغل، يعني راح تقدرين تسجلين بالمدرسة، راح أقدر أروح المدرسة مو صحيح. طبعا طبعا، أكيد راح تروح الدوام بالمدرسة. بس اردك اخوي يصير كل الشاطر مو يصير كسلان. شنو؟ لا اختي انا وعدك انه انا راح ابدا اقرا كل الشوايه حتى راح اصير الاول على المدرسه. كل زين. شوف اسمعني اخوي، راح اعطيك 3 دايموند حتى باكر من الصبح تروح المدرسه وتسجل بيه. اوكي اوكي، هسه انا كلش فرحان، يا انت اختي اسطوريه. بابا يا سوني كلش تعبت، احسن حل انه نام وارتاح حتى باكر من الصبح اطلع اكمل شغلي. يلا خلينا نام. ياساني طلعت من الصبح واني رايح للمدرسة حتى اني فرحان، لان اختي جابت لي هذا الدايموند وراح اسجل بالمدرسة بابا. حتى اني صار لي قد ما رايح للمدرسة. ياساني وصلت، ومن بين هاي المدرسة بيها طلاب كل شوية، يلا خل استعجل لازم اسألهم هنا. مرحبا يا طلاب. اهلا اهلا تفضل. اسمعوني، هاي انتو قاعد تسجلون مو صحيح؟ نعم احنا قاعد نسجل. يلا خل اسأل هذا المدير. مرحبا يا مدير. اهلا اهلا ابني تفضل. انا جيت اتسجل بالمدرسة حتى انا جبت هاي 3 دايموند. اوكي اوكي، نعد يلا انطيني اسمك وانطيني 3 دايموند. ينعم السرح انطيك هاي 3 دايموند وان اسمي جيجي. ياساني كلش فرحانة لين طلعت من الصبح حتى كمل شغلي. بس اهم شنو جيجي راح يسجل بالمدرسة. يلا استني خلص استعجل، بس وين راح اشتغل؟ وانا راح اشتغل بذاك المكان، اليوم راح اشتغل بهذا المكان وما نظف، بس ولو تقريبا نظيف. بس يلا خل اجي اشتغل هنا واخر كل هذه الاوساخ. يلا تعال يا صديقي، يلا خليني العب هنا. ايش قاعد اشوف؟ وهاي من البنيه هاي المزعجه، هاي دائما من العب تجي تقول ليش توسخ. شوف اسمعني، احسن حل انتقم منها. شوف اسمعني، يلا ابتعدي منها، احنا نريد نلعب. شوف انتظر انتظر. شوف اسمعني، انت مو حاجه اصلا تزعجني، انت ما تعرف واني كلش محتاج هذا الشغل ولازم اشتغل ونظف كل هذا المكان. انت ما تعرف واني فقيره حتى انا اللي خسرتهم وما عندي اي حد. شنو فقيره؟ واحنا صديقي احنا شو علينا بيها هي فقيره؟ احنا المهم نلعب ونتونس. يلا هي ابتعدي منها، يلا ابتعدي، يلا روحي من هذا المكان. والجيران الاولاد كلش مزعجين حتى كل ضوجوني. بس يلا صار مجبوره وانا لازم اكمل شغلي. بس يلا كي خلعب روح ذي الجو اشتغل بيها وبعدهم وين يبتعدون ونرجع لنفس المكان. يلا خلي اشتغل. يسمعني صديقي، بس احنا انتقمنا من هاي البنت المزعجة حتى احنا وسخنا كل هذا المكان. هسا يجي الوقت انه نروح نلعب بالبيت، يلا تعال. ياساني شغلت هاي البنت تنظف بالمدينة، بس انا لازم اروح اراقبها وارد اشوف شغلها. اذا شغلها زين حتى تبقى بهذا الشغل، بس اذا شغلها مو زين اكيد انا راح ابطلها وابحث عن وحدة جديدة. يلا خلي اروح ابحث واشوف، يلا خلي اروح. ياساني تقربت، بس ايش قاعد اشوف؟ لا 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 مستحيل، هذا المكان كلش وسخ، حتى هاي البنت ابد ما منظف هذا المكان. بس ايش قاعد اشوفها؟ ياتا موجودة جوا الشجرة. وساني عرفت هاي البنت، هاي تريد تقعد وتاخذ راتب بدون ما تسوي اي شيء. بس هاي مستحيل اخليها تبقى بهذا العمل، لازم اروح احكي وياها. يلا خلي اروح. وساني قد اشتغلت حتى اني كلش تعبت، وبس ولو الشمس كلش حارة، بس انا مجبورة لازم اكمل شغلي. يا انت يا بنت. نعم. ليش قاعدة جوا الشجرة؟ انا قلت لك تنظفين هذا المكان، انت ليش قاعده هنا؟ شوف اسمعني، انت ما تعرفون ايش قد اشتغلت حتى ايش قد جمعت هذه الاوساخ وكلش تعبت. ولهذا احتاجت ان اخذ استراحه. شنو استراحه؟ بس هذا المكان كلش وسخ وانت ابد ما مشتغله. مستحيل، صدقني نظفت هذا المكان، بس صدقني ذول الاولاد المزعجين
المساجين هم اللي سووا هذا الشيء. شو ممكن هذه النفاذ بهذا المكان؟ شوف اسمعي، يا مستحيل اصدق بيش. انت تريدين تقعدين بهذا المكان وتاخذين راتب بدون ما تسوين اي شيء، ولهذا انا قررت انه راح تبطلين هذا المكان وبعد ما تشتغلين عندي. شنو ما اشتغل؟ شوف اسمعني، ارجوك انت فهمتني غلط. صدقني انا هذا المكان نظفته، بس اولاد هم اللي سووا هذا الشيء. ارجوك لا تبطلني. انت كذابه. يلا انا خليني اروح للمحل على السريع. يلا خليني اروح. انتظرني انتظرني. لا مستحيل، هل شيء ما قاعد يصدق بي؟ يتوقع انه انا قاعد اكذب عليه وانه انا ما قاعد اشتغل ولا قاعد اسوي اي شيء. بس ولو اني كلش حزينه، معقول حتى هذا الشغل اني مخسرته؟ لا بس انا كلش حزينه، انا انطرد من هذا الشغل، حتى ما راح اثر على شغل ثاني وما راح اشرح اسوي شو راح اقدر احصل على الدايموند. بس انا كل الضايجه، حتى بطني كلش قاعد توجعني وكل جوعانه، مستحيل بعد احصل على الدايموند مره ثانيه. ايش قاعد اسمع؟ شنو؟ ايش قاعد اشوفوني؟ هاي شنو هذا الصوت؟ انت ايش قاعد تبكين؟ يا بنتي انت محتاجه مساعده. ايش قاعد اشوفوني؟ انت كنت لابس ملابس تنكريه وصار مثل حورين البحر وحتى شكلك كلش غريب. شنو انت ملابس تنكريه؟ انا ما قاعد افتهم. شوف اسمعيني، انا اقوى حوري بحر موجود بالعالم. شنو اقوى حوري بحر موجود بالعالم؟ طبعا انا شو قاعد يصير هذا الشيء؟ مستحيل يكون هذا الشيء. انا اعرف انه هذا الشيء بس بالخيال او بس بالقصص، مستحيل يكون بالواقع. شوف اسمعيني، لا شنو بالقصص والخيال؟ اسمعيني أنا حقيقي موجود هنا. احنا عايشين بالبحار، بس احنا ابد ما نظهر الا اذا شفنا شخص يحتاج المساعده، احنا نفر وراح نساعده. شنو؟ لا ما جاي صدق، معقول يعني انت حقيقي؟ وانا كل ذي قاعد اشوفه حقيقه يعني مو خيال. طبعا أنا حقيقه. اسمعيني يا بنت، انت انا عرفت انت كلش حزينه، بس انت شنو تحتاجي حتى اني اساعدك؟ يعني معقول اذا طلبت منك شيء انت راح تساعدني؟ اكيد وانا اقدر احقق لك كل تريدي. كل الزينه، حسوني كلش فرحانه. شوف اسمعني يا حور البحر، ولو اني احس نفسي انه اني بقصص الخيال، لان اول مره اشوف حور البحر بالعالم. شوف اسمعني ارجوك ساعدني، انا كلش فقيره، حتى لو وعدت اخويا جيجي انه انا راح اجيب له دايموند حتى هو يدرس ويكمل دراسته، بس هسوني تبطلت من هذا الشغل وبعد ما عندي اي شغل، حتى انا كلش حزينه. بس ارجوك اذا تقدر تساعدني، ارجوك ساعدني وخليني اصير كلش غنيه واحصل على دايموند كلش هوايه. الثاني عرفت، انت محتاجة الدايموند. اي طبعا. لحد اسمعين يا بنت يا بشرية، اذا تريدين الدايموند احنا عندنا دايموند كلش هواية، بس بالبداية اكو شروط لازم تسويها حتى تحصلين على هذا الدايموند. اي شروط؟ يلا كمي خالف انا موافقة. اي بشي نحصل الدايموند؟ اسمعيني، اذا تريدين لازم بالبداية تقبلين انه تتحولين الى حورية البحر. تحول الى حورية بحر؟ وزين شو راح اسوي؟ بس يلا اوكي، اذا تحول لحورية بحر وحصل على دايموند هواي ما يخالف، انا موافقة. بس لازم تعرفين اذا تحولتي لحورية البحر بعد ما تقدرين تحجين ويا البشر، وراح تصير لغتك هي لغة الاسماك والبشر ما يفتهمون عليك. شنو لغة الاسماك؟ وزين شو راح اسوي؟ بس انا وعدت اخويا جيجي انه راح اصير على دايموند وانطي دايموند كوشواية. شوف اسمعني ما يخالف، انا موافقة، حتى لو ما راح احكي مثل لغة البشر، امشي نجيب دايموند حتى انطي لاخويا دايموند هواية. العد يلا اوكي، انا راح انطيك هذا البوشن، وبعد ما تشربين هذا البوشن راح تتحولي لحورية البحر. يلا اخذي هذا البوشن. اوكي يلا اجى الوقت اللي اجرب هذا البوشن، انا مجبورة لازم اتحول حورية بحر حتى اخويا ينطي دايموند كلش هواية. يلا خلي اشرب. ولا مستحيل، اكيد انا تغيرت. صحيح صارت عندي زعانف، حتى صار عندي ديال مثل حورية البحر، انا كلش متفاجئ. يلا يا حورية البحر، يلا تعالي اقفزي بالماء. بس انت لازم تجون تشوفين عالمنا، احنا عايشين بهذا المكان حتى البشر ما يعرفون بينا. ايوه كل الزينة، انا اول مرة اجرب نصر حورية البحر وادخل عالم البحر. لعد يلا خلي اسبح. احنا لازم ندخل دائما داخل البحر، ولازم البشر ابد ما يشوفون مكاننا. اي طبعا يلا كسر راح اجي وياك واستكشف هذا العالم. يلا خلنا ندخل. يس انا رجعت من المدرسة، بس انا لازم اشوف اختي، احتمال تكون هسه هي رجعت، انا لازم احكي وياها. روني انت وينك؟ والله يا اختي لحد الان ما رجعت،
سوني ايش راح اسوي؟ انا اليوم سجلت بالمدرسه بزول كل الاطفال ضحكوا على الملابس ماتي ويقولوا عليها كلش قديمه، ولازم احكي ويا اختي واقول لها تجيب لي بعد دايموند حتى اغير هاي الملابس وصير عندي ملابس كلش حلوه واسطوريه. بس ما اعرف اختي ايش وقت تجي، ولازم اظل هنا وانتظرها. يلا خلينا ننتظر. يلا تعالي يا حورية البحر، انتي من اللحظة اسمك حورية البحر وانتي صرتي جزء مني. كل زين كلش فرحانة، حتى عالمكم اسطوري وكلش حلو. حتى اني كلش عجبني. اسمعيني، بالبداية لازم تعرفين احنا وين عايشين. تعي خلنا ندخل الى هذا اول مكان، هذا اول صديق اني. كل زين يعني هذا محوري بحر مو صحيح؟ طبعا. مرحبا مرحبا. اهلا اهلا تفضلوا. اني اسمي رانية، اني صرت صديقتكم، حتى راح اسكن بقرية وراح اعيش وياكم. شنو راح تعيشين ويانا؟ بس اسمعيني، احنا ما عندنا اسماء هنا، احنا كنا اسماء حوريات البحر او حورين البحر. كل زين، انا بدي اعرفك عن نفسي، اسمي رانية. اني كلش فرحان لان تعرفنا عليك. يلا تعالي تعالي يا حورية البحر، لازم هسه اخذك المكان الجديد، انت راح تبقين بهذا المكان. شوف اسمعيني، هاي الغرفة راح تكون الك، هذا النار راح يكون مكانك. غرفة الي؟ ولا مستحيل، معقول تكون غرفة الي بهذا المكان؟ بس واو، هذه الغرفة اسطورية. بس انا كلش فرحانة. شوف اسمعني يا ساحر حور البحر، انا ردت اسألك، انت مو قلت راح تحصلي على دايموند، بس انا شو راح اصير على دايموند؟ اسمعيني، انت بالبداية ابقي بهذا المكان واني وعدك راح يصير عندك دايموند كلش هواية. بس يا سحرة ما فهمت اي شيء، شنو قصدك انه بقنا بعد اصير غنية؟ اي طبعا اسمعيني يا حورية البحر، احنا عندنا كهف موجود بيه دايموند كلش هواية، وكل ما نحتاج دايموند نروح لهذا الكهف ونجمع، واذا تريدين تشوفي تعالي وراي على السريع راح اخذك لهذا المكان. كل زين، اني اصلا كلش متحمسة. يلا يا سحر خذني هذا المكان على السريع. يلا خذني. يس احنا تقربنا الى هذا المكان، قاعد تشوفين هذا الكهف، هذا الكهف بيه دايموند كلش هواية. يلا تعالي وياي على السريع حتى تكتشفين هذا المكان. شو اكتشف هذا المكان؟ لا مستحيل، ايش قاعد تشوفوني؟ هذا كله من الدايموند. طبعا وهسه راح انطيك هذا البيكاكس حتى تجمعين تاخذين قد ما تحتاجين، حتى هذا الدايموند ما يخلص، هذا الدايموند كلش هواية. كل زين، لا عاد يلا صرني خليك اسم هذا الدايموند، اكيد اخوي وراح يحتاج ما عندي دايموند، لازم استعجل وودي له هذا الدايموند. يلا خل اكسر. بس اجي الليل، بس اون ايش قد اشتغلت وايش قد جمعت الدايموند، حتى صار عندي دايموند كلش هواية. واو، هسه اكيد اخوي اذا راح يشوف هذا الدايموند اكيد راح يفرح، بس هسه لازم اخذه واروح اليه. هسه اني وصلت حور البحر. مرحبا. اسمعيني يا حورية، انا جيت ارد ابلغك، انت سكنتي ويانا وراح تعيشين بهذا المكان، بس لازم تعرفين احنا دائما بالليل يجونا اسماك متوحشة وتهجم علينا وتخضي علينا. ايه شنو؟ ولا لا مستحيل اسماك متوحشة. ايه طبعا طبعا. ايش يغضون علينا؟ احنا ما سوينا اي شيء. لا لا شوف اسمعيني، هاي الاسماك شريرة وهي دائما كل ما تشوف حوريات البحر تهجم علينا وتخضي علينا، ولهذا احنا لازم ندافع عن نفسنا ونقاتل هاي الوحوش. يلا اوكي ما يخالف. شوف اسمعني يا حور البحر، انت ما تعرف اني عندي خطة عبقرية لكم وكنت راح تخلص منهم، يعني كلش قوي. شنو؟ بس شنو هاي الخطة يا حورية؟ يعني احنا شلون راح ندافع عن نفسنا؟ شوف اسمعني، انا هسه لازم اروح على السريع وبعدها ارجع وراح افهمك على شي كلش راح يفيدنا، بما انه احنا عندنا كهف من الدايموند، هذا الدايموند اللي عندنا راح نصنع بيه سيوف اسطورية وبعدها راح نقدر نتغلب على كل الوحوش. يعني شنو تخزين سيوف؟ انا ما اعرف شنو سيوف. وهذا الشي كلش صعب افهملك اياه، بس ارجوك شوف اسمعني يا حور البحر، هسه لازم اخذ هذا الدايموند واودي لاخوي وبعد من راح ارجع راح اشرح لك على كل شيء. بس لسه انا خلقت هذا الدايموند، وبالصحيح اذا الناس هسه شافوني ايش راح يقولون علي؟ ولا لو ما يصير لازم ما اخلي اي احد ينتبه علي، لازم اكون بعيد عن كل شيء حتى ما يكشفون امري. بس لسه ما راح اطلع، وهذا المكان كلش بعيد، بس لو كنت راح اطلع من هذا الجيب بس خلي الصندوق هنا، هذا الصندوق اصلا كلش ثقيل، وبعد راح اروح لاخوي جيجي وكنت اسوي قاعد ينتظرني. يلا خلي اروح. يس انا تقربت على المدينة، وبس اني كلش اختنقت، انا لازم اشرب هذا الماء حتى ابقى عايشة، انا تغيرت صوت حرية بحر. بس
لازم زين جبت هذا الماء وهذا الماء كلش راح يكفيني. يلا خل اخذ الصندوق على السريع وبعد ادخل للبيت واطي الصندوق لاخوي جيجي. بس خل اشوف ياسوني قاعد اشوفه سوى نايم. يلا خل اخلي هذا الصندوق الدايموند وكل ما راح يقعد الصبح راح يتفاجئ. وبس اخوي اتمنى ياسوني نحكي وياك بهذا الموضوع بس انت ما راح تفتهمني لاني لغتي تغيرت صرت احكي مثل لغه الاسماك. بس هسه لازم ابتعد عن هذا المكان قبل لا احد يكشف امري. يلا خلي اركض. يلا ساري خلي اقعد هسه صار الصبح. بس شنو وراني؟ لا مستحيل معقول يكون اجى يوم جديد وراني لحد لا ما رجعت البيت. بس وين راحت رانيا؟ معقول تكون راني تخلت عني وعافتني؟ لا 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 مستحيل لا. بس ليش يجروني عافتني مع انه انا بد ما سويت شي حتى ما اعرف شنو السبب. بس هاش قاعد اشوف اكو صندوق. بس من جاب هذا الصندوق بهذا المكان؟ انا اعرف احنا عندنا بس اثنين صندوق. اوكي خلي اشوف شنو بهذا. شنو؟ لا 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 مستحيل هذا الصندوق بي دايموند هواية فوق. معقول تكون روني جابت لي هذا الدايموند؟ بس ها احتمال يكون شخص غني قاهر علي وجاب لي هذا الدايموند واني ما اعرف. بس علمهم هذا الدايموند كلش راح يفيدني واني راح اقدر اخذه واروح للمدرسة وراح اقدر اشتري ملابس جديدة بوم. رانيا رانيا صحى السريع رانيا صحى السريع. هاي الاسماك الشريرة هجمت علينا واحنا شو راح نسوي؟ نعم يا حوري البحر هجمت علينا الاسماك الشريرة. بس لو تهتمون اني عندي الحال. بس شوفي رانيا احنا نجي نسألك شو هذا الحل اللي عندك حتى نتخلص من الاسماك الشريرة وش راح نسوي؟ شوف اسمعوني احنا مو عندنا دامت كل شوية جا الوقت ان نصنع سيوف اسطورية وهذه السيوف هي اللي راح تنقذنا. صراحة اصنع لكم سيوف اذا انتم ما تعرفون اني راح اعلمكم. حتى ما اعرف شو الكرافتنج تيبل بعد ناخذ هاي النات دايموند وناخذ هاي قطعه الستيك راح يساعدنا سيف اسطوري. شوف هذا السيف هذا لما راح تقتل بيه الاسماك راح تتخلص منهم بسهوله. شنو يعني انت متاكده هذه اذا اسويك الاسماك راح يدمجون يموتون؟ طبعا طبعا اصلا هذا كلش قوي وهسه لازم اصنع بعد سيوف كلش هوايه حتى وزع على كل حوري البحر حتى نقاتلهم. يلا كل زين استخلى هذا النوع العصا. يواو صار عندي سيفين اسطوريين. شوفي رانيا انا مطتني اي سيف. يلا كي تفضل هذا السيف كلش راح يفيدك حتى راح تقدرين توجهيهم تتخلصين منهم. بس احنا ميسو نبقى هنا لازم نستعجل ونقاتلهم على السريع. يلا تعالوا يلا يا حوري البحر يلا تغلبوا من ذول سمكات القرش اقضوا عليهم. يلا اقضوا عليهم هسه نقضت على اول واحد بعد ما قضت على سمكات الشريره. بس رانيا كل شويه يلا تعالوا يا اشرار يلا موتوا. يلا لازم نقضي عليهم كلهم يلا موتوا. يلا يا حوريات البحر يلا اقضوا عليهم. قضيت على هذا بوم طلعت عندهم كلش قوية. لازم اطلع وبعد ارجعهم مره ثانيه. يلا تعالوا يا اشرار يلا موتوا. بس طلعت عندهم كل شويه لازم نقضي عليهم على السريع يلا موتوا. يلا اقضي عليهم يلا اقضي عليهم يلا موتوا. يلا يا شرير يلا موت. يلا يا حوريات البحر لازم الكل نتخلص منهم على السريع يلا اقضي عليهم. يواو واخيرا احنا بدنا نتخلص عليهم بهذه سيوفنا الاسطوريه. واو رانيا انت اسطوريه انت قدرتي تساعدينا وعلمتينا الطريقه اللي تخلينا نتخلص من هاي الاسماك. طبعا احنا عندنا سيف الدايموند ومثل ما تعرفون انه هذا السيف الدايموند كلش قوي وقدرنا نتغلب عليهم بسهوله. بس الثاني كلش فرحانه. واو رانيا انا كلش اشكرك لان انت الوحيده اللي ساعدتينا وخليتينا نتخلص من هاي الاسماك الشريره. طبعا طبعا انا هذا واجبي. وبس ما تعرف يا حوري البحر انا كلش حزينه لان تعرف بعد ما تحولت انا حوريه بحر بعد ما ارجع لقريه البشر وما اقدر حتى انا اخوي كلش مفتقدته وكلش حزينه عليه. اي صحيح رانيا انا اعرف اذا انت تحولتي لحوريه البحر بعد مستحيل تقدرين ترجعين لطبيعتك. بس انا كلش هسه حزينه بس احتمال اخوي راح يتوقع انه انا تركته يعيش وحده. بس انا دائما افكر بي حتى انا ودلت الدايموند حتى يعيش بهذا الدايموند. بس انا عرفت. بس يلا رانيا لازم اروح على السريع لاني عندي اشغال كل شويه انا راح اروح. اوكي اوكي. وبس هسه انا كلها ضايجه معقوله جيجي هسه حزين وتوقع انه انا تركته بس انا ما رد اتركه. بس انا هذا الشيء مو بيدي حتى انا كلش حزينه. يس انا راقبت وعرفت ان رانيا هي ساعدت حوريات البحر وخلتهم يقضون على الاسماك الشريره حتى اني كلش فرحان.
وسأجي الوقت إنه أنا أساعد رونية لين عرفت هي ترجع بشرية ولازم أساعدها. يلا خلنا أساعدها. وساني وين؟ أني ما عرفوني وين؟ شنو؟ لا مستحيل. أنا كنت حورية البحر بس شو صرت؟ حتى الفيل اللي كان عندي اختفى. ما أعرف شنو صار بيه. بس شنو هذا الصندوق؟ شو خل أفتح؟ دايموند. حتى هنا رسالة. شو خل أقرأ هذه الرسالة؟ صحيح. هذا ساحر حوري البحر هو اللي كتب هذه الرسالة. خل أقرأ شنو موجود. شوف اسمعي نيرونيا، بما أن أنت انقذتيني وانقذتي قرية حورية البحر من ذول الأسماك الشريرة، من الوقت اللي أرجعك إلى طبيعتك وهذا كل هذا الدايموند أنت تستحقي، أنت بطلة. ولا أنا كلش فرحانة، أنا رجعت لطبيعتي. واو. بس إيش راح أسوي؟ أحسن حل إنه أخذ صندوق الدايموند وارجع لأخويا جيجي، أكيد هو قاعد ينتظرني. يلا خلص استعجل. وساني كلش حزين. أنا صحيح قدرت أشتري ملابس جديدة بس أختي روني لحد الآن ما رجعت واحتمال تركتني هنا. حتى أنا كلش حزين، أنا ما أعرف شو راح أسوي. لا يسان قربت، حتى أنا قاعدة أشوف أخويا جيجي. جيجي جي. منو؟ لا مستحيل، هاي روني رجعت. واو. شوف اسمعني اخوي، اصلا انت ما تعرف شو صار بيي. صارت بيي شغلات يعني قريبه للخيال، حتى انت ما راح تصدق انا متاكده. شنو؟ بس اختي انت وين كنتي؟ انا هنا اللي عثرت على صندوق، وهذا الصندوق بيه دايموند كل شوايه. طبعا طبعا هذا الصندوق انا جبت لك اياه وبيه دايموند كل شوايه، حتى جبت لك صندوق ثاني وهم بيه دايموند. شنو؟ لا مستحيل اختي، يعني احنا صرنا كلش اغنياء.